طيب معانا تليفون ام معاذ. اهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. الله يسلمك جدا على احنا مش سامعينك. كنت عايز اسال بس الدكتور الشيخ على كذا حاجه. اتفضلي يا ام معاذ، اتفضلي يا فندم، اتفضلي. لو سمحت يا فندم، انا دلوقتي جوزي في مشاكل بينه وبين بيت ابوه. بينه مشاكل بينه وبين ايه؟ يعني بصراحه جايين عليه كتير يعني. يعني وطبعا جوزي كل مره يعفو ويسامح ومعلش عشان خاطر ده، مش عشان خاطر ده، ما ينفعش وحرام ومش حرام ده كله. طبعا المره دي مش عايز يتنازل خالص، خاصه اخواتي وكده، وانا عمال اقول له معلش اللي عملته عند ربنا وكده، وهو مش بيقول لي. بيقول لي انا سمعت باذاعه القران الكريم ان الاهل لما يجي من وراهم مشاكل يبقى صله الرحم مش حرام. تمام. يعني هو كل لما بيصالحهم بيعملوا له مشاكل في حياته، يصالحهم تاني يعملوا له مشاكل، صح؟ والله هو بصراحه كان واقف مع اهله كتير، اخواته كانوا مسافرين وهو كان قاعد مع ابوه، ابوه تعب سنه كامله بالمرض الوحش ومحدش وقف معاه الا هو، حتى ما شاء الله ينزل ويشوف حتى ابوهم. يعني المشاكل دلوقتي خلاص بقت مع اخواته بقى، بابا خلاص؟ نعم. المشاكل دلوقتي بقت مع اخواته، صح؟ دلوقتي مع اهله، يعني اهله دول يعني بابا ومامته لسه موجودين. مين اهله؟ مين اهله؟ يعني بابا ومامته، اخواته، مع مين؟ هو اخواته، اخواته الصبيان واخواته البنات. ايوه يعني ممكن، يعني عباره عن ايه المشاكل برضه؟ يعني قضيه قطع الرحم دي عباره عن ايه؟ يعني هو بيقطع ليه؟ بيقطع. ما بقول لحضرتك ايه المشاكل؟ ايه نوع المشاكل؟ ما ايه نوع المشاكل؟ ما بيسمعوش الكلام؟ ايه بالظبط؟ ما احنا عاوزين نعرف. لا، هو جوزي كان بيتدخل لهم في كل حاجه. ايه؟ وطبعا جوزي كان بيدخل لهم في كل حاجه، يعني اخواتي مسافرين ويتصلوا عليه اعمل لنا الحاجه الفلانيه، ماشي حاضر. قعد بقى مخلي بال من والدته، وبرده الله يرحمه ما حدش قام بالا هو برده. تمام. فكل ده في الاخر، لا كنا قاعدين في بيت عيله كلنا، فده في الاخر لا اطلع من البيت وخد من بره، وكل واحد فينا يروح لحاله وكده. والبيت بيتنا. طيب يعني اطلع من البيت، يعني كل واحد ياخد مراسه وخلاص، صح كده؟ ايوه، بس مش بمية يعني في الاخر. ايوه يعني المشكله فين؟ يعني هنا في حته هنا بقى المشكله فين؟ المشكله بقى دلوقتي هم دلوقتي مخطفين، زعلانين من جوز عشان جوزي قال كلمه حق. لا احنا مش سامعين خالص. إيه؟ يا ام معاذ، بص، هو يعني خلاصه المكالمه ان هو كان كويس مع بربا ابوه وامه لما كانوا عايشين، هو اللي كان بيقعد معاهم، ما حدش من اخواته كان بيقعد. بعد ما باباه ومامته توفوا بدا يحصل مشاكل مع اخواته، وهو كان بيعمل لهم كل حاجه، وهو كل ما يقرب منهم يعملوا له مشاكل فيرجع يصلحهم تاني. قضيتي يا استاذه دعاء، فسمع ان الشيخ بيقول طالما يعني صله الرحم دول اللي هم اخواته يعني هيعملوا لك مشاكل في حياتك ممكن تقتصرهم. طيب يعني هو قضيه، بس يعني ارجو اللي احنا، او اخشى يعني اللي احنا بنكون بنسمع كلام المشايخ غلط، يعني بنفهم كلام المشايخ على الهوى على مزاجنا يعني. واعتقد ما فيش شيخ يقول كده، لو هيجي لك مشاكل سد الباب واستريح، ما فيش كده. لكن احنا بنتكلم ان صلة الرحم خاصة مع الاخوة دول واجبة، ده قولا واحدا. طيب الاصل ان انا لو في اذية منهم اصبر على الاذى، اصبر على الاذى. طب قضية ان هو في خلاف ممكن انا بتدخل في حياتهم وبتاع، الشرع يقول لك يا اخي ما تدخلش في حياتك، بس صل الرحم. طب انا بروح وبعدين هم لا يصلونني، ايه الحكم؟ الشرع يقول لك لا، برضو لابد من صلة الرحم. يبقى احنا بس يا مولانا، ما هو بيجي مشاكل اهو، ايه المشاكل؟ ما هم ما بيجوش يزوروني، ده ما بيرفعوش السماعة. لا، لو مشاكل يعني مشاكل، انا ماشي واحدة واحدة، انا واحدة واحدة اهو. هاجي بقى في مسألة، خلاص انا بروح، اطلع بره. هكرر تاني، اطلع بره. هكرر، اطلع بره. خلاص كده انا بروح اهو، اطلع بره. الشارع بيقول كأنما تسفهم المل الحار، لا ده هم في اذيه وهتيجي في بيتي، كل لما اروح اقول لهم السلام عليكم يجيبوا لي مشاكل ويتخانقوا معايا ويعملوا لي مش عارف كده، وانا مش قادر على هذا الاذى، مش قادر. فالشرع بيقول ايه؟ لا ضرر ولا ضرار، شيل ده من ده، يرتاح ده، يرتاح ده عندك. بس خطوات، يعني بالخطوات دي اعلى حاجه ايه؟ الصبر على الاذى.